تلاميذ الصف الأول الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نشوف الدرس الجديد. النهاردة هناخد درس حرف زي. زي زي، محدش يقول زين أو زين، لا اسمه حرف زي. حرف الزي أصحابي أخو حرف الراء، يشبهوا بعض جدا، بيعيشوا تحت السطر. نشاط رقم واحد، ارسم أشياء بها صوت حرف زي. زي زهرة، زي زرافة، زجاجة، زر. يلا بينا نرسم زجاجة، زبادي، زهرة. برافو. نشاط اتنين، انطق وصل صوت حرف زي بالصورة المناسبة له. زا زا زا. طيب يا أصحابي، في حركات قصيرة لحرف زا، أربع حركات قصيرة. زا فتحة، زا زا. ضمة، زو زاي. كسرة، زي زا. سكون، ز ز. يلا أول صورة، هذا هدهد، هذا هدهد. هي كلمة هدهد فيها حرف زاي؟ أكيد لا. الصورة اللي بعدها، هذه زجاجة، زو زجاجة. زال زاي ضمة. برافو. هذه زرافة، زا زرافة. زاي فتحة. هذه مزرعة، مز ز ز. زي سكون، مزرعة. هذا زر، هذا زر. زي زر. برافو. نشوف النشاط اللي بعده يا أصحابي. نشاط ثلاثة، استمع وارسم دائرة مكان صوت حرف زي. عندي هنا زهور، زهور. والنشاط ده بيعلمني ازاي الحرف بيجي في أول الكلمة، وسط الكلمة، أو آخر الكلمة، وازاي نعرفه. يلا بينا نسمع زهور في أول الكلمة. طيب هنا كلمة غزال، غزال أكيد في وسط الكلمة، وآخر كلمة هي كلمة موز، موز. ازاي هنا موجودة في آخر الكلمة؟ أحسنتم يا أصحابي. يلا نروح للنشاط رقم ب. بس قبل ما نروح لنشاط رقم ب، احكي عن دورك في البيت. انا عايزه اعرف يا اصحابي، انتوا بتعملوا ايه في البيت تساعدوا بيه بابا وماما؟ هل انتوا مثلا بتنظموا السرير؟ هل بتلموا الالعاب؟ هل بتطبقوا الملابس وترتبوها في الدولاب؟ هل بتساعدوا ماما في المطبخ؟ بتساعدوا بابا في الحديقه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ كل واحد يتكلم عن دوره ويرسمه في ورقه ويكتب انا دوري اي حاجة بقى. دوري ان ارتب، دوري ان انظف، دوري ان اغسل. يلا وروني هتعملوا ايه. يلا نرجع للنشاط رقم ب. استمع ثم ارسم دائرة حول حرف زي فيما يلي. زا زينب، زا زينب. برافو. زا فتحة، زينب. ازاي في اول الكلمة منفصلة وحركتها الفتح. منزل، منزل. ازاي في وسط الكلمة منفصلة، لان هي من الحروف الرافسة. حرف زي اصحابي من الحروف الرافسة الستة، الف واو دال زال راء زاي. طيب الكلمة اللي بعدها كلمة زبادي، زبادي. شايفين منفصلة ازاي؟ هترفض ان الباء تلزق فيها، لان حرف زي من الحروف الرافسة. زيتون، زيتون. ازاي في اول الكلمة منفصلة لانها من الحروف الرافسة. زبيب، زبيب. ازاي في اول الكلمة منفصلة لانها من الحروف الرافسة. زهرة، زهرة. في اول الكلمة حركتها الفتح، منفصلة لانها من الحروف الرافسة. نشاط اربعة، اكتب حرف زي. هنا ازاي اصحابي بحركاته الاربعة. زي فتحة، زا زا. زي ضمة، زو زو. زي كسرة، زي زي. زي سكون، ز ز. برافو يا أصحابي. طيب الفرق بين حرف الزال والزاي. حرف زال يا أصحابي من الحروف اللسوية وبيعيش فوق السطر وبننطقه ذا ذا ذا. لكن حرف زاي اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة اسمه زاي زاي، وصوته بيكون ز ز ز. يعني مش بنطلع طرف اللسان ولا اي حاجة، وهو مش من الحروف اللسوية. طيب يلا بينا نشوف الباقي. يلا يا اصحابي نشاط خمسة،
انظر الى صورة واكتب حرف زي مع الضبط بالشكل. هنا عندي صورة برافو زيتون زيتونون. بصوا تقسمت الكلمة ازاي او بنحللها ازاي. يلا نغني الاغنية ونفتكرها. قطع 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 كل حركة مقطع الساكن وما قبله والمد مع الممدود. بص يا اصحاب الساكن وما قبله حرف زي مع ياء، الياء جت حرف ساكن وما قبله حرف زي، هما هيبقوا مع بعض. وبعدين تو في هنا مد وممدود، حرف الواو هو المد وحرف التاء الممدود، اذا يبقى هنا التاء والواو مع بعض. زي زي تون، ازاي كانت حركتها الفتح. يلا زينة تون زينة تون. الزينة بصوا يا حبايبي هنا زي زي، ازاي كسرة برافو. زجاجة زجاجة. يلا زي ضمة. بعدين اخر حاجة مزرعة مزرعة، هنا ازاي حركتها السكون وجت متصلة مع الحرف اللي قبلها الميم، لان احنا اتفقنا الساكن وما قبله. يلا هنحط هنا ازاي سكون. ز زي زو ز. نشاط 6، رتب الحروف لتكون كلمات. اول حرف اول عندي اول صورة عندي جزر جزر جزر. يلا جمعوا الكلمة واكتبوها جزر. كلمة تانية تمر تمر تمر. اخر كلمة كلمة ارزن 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 يا اصحاب اللي هو الرز. يلا بينا هملكوا كلمات ومن شطور يعرف يكتبهم. ها نكتب مع بعض زر زر زر. زبدن زبدن. ايه كمان يلا نشوف. ها زبدن. اخر كلمة كلمة موزن. يا رب تكونوا يا اصحابي اتمليتوا الاملاء الصحيحة. السلام عليكم ورحمة الله.